بتمنى من كل قلبي انه يعني الناس ما تيجي تتعرف عليك على اساس انه انت من قبيله او من اصل معين او كده، تتعرف عليك كانسان في الاول وكسوداني في الاول. ونفسي الناس تبطل تسالني يعني انت من وين، لانه انا فعلا من هنا يعني، لانه انا فعلا سودانيه وشايفه نفسي سودانيه 100%. اسمي ميرنا سعيد، عمري 22 سنة، بدرس مختبرات طبية في جامعة الزعيم الأزهري المستوى الرابع. بصلي هنا في الكنيسة الإنجيلية الخرطوم، دي كنيستي. نحن هنا في الكنيسة احنا حقيقي أسرة واحدة، بتجمعنا كلنا محبة ربنا. كبت قبطية في المجتمع السوداني هنا كان في أماكن معينة ما بلقى فيها عدم قبول، ناس ما قابلة شخص مسيحي أو بيت مسيحية تكون موجودة في المكان ده، لكن في أماكن تانية كان في قبول شديد واحترام شديد. كانت برضو في شوية معاكسات في موضوع المظهر العام والطريقة اللي أنا بلبس بيها وكده، فالناس ما كانت بتفهم وما كانت بتقبل، لكن ما دائما يعني. بعد وفاة أبوي، أمي كان لها الدور الأكبر في تربيتنا، وقفت معنا في كل حاجة، شجعتنا نكون الأشخاص اللي إحنا عايزين نكونه، فالحاجة دي قوت شخصيتنا وادتنا ثقة أكبر إنه نواجه المجتمع كأقباط ما موجودين في أي مكان وما مساهمين في أي حتة. فكنا كل حاجة بنشارك فيها كنا بنقول يعني أنا وأخواني غالباً بنكون أول أقباط بنشارك في البرنامج ده أو في الفكرة دي. قبل الثورة في زمن النظام السابق زي كل الناس كلنا كنا بنعاني والوضع كان صعب شديد، لكن شخصياً بالنسبة لي كاميرنا يعني كان صعب شديد إني أعبر عن نفسي، أعبر عن شخصيتي كمواطنة مسيحية، وكنت منتظرة يوم طبعاً أقدر أعبر عن نفسي 100%، أبعد بكثير إنه بس من موضوع مسهر أو لبس معين، لأنه جواني في أحلام كثيرة وأفكار كثيرة إنه كيف إحنا نبني البلد وكيف نعالج مشاكل كثيرة، وكنت شايفة إنه صوتي ما حيكون مسموع لأنه أصلاً ما مقبولة أنا كإنسان، فكيف حيقبلوا يعني أفكاري وأحلامي وكل الحياة اللي أنا نفسي أقدمها للشعب وللبلد. ثورة ديسمبر كانت أول مشاركة لي يعني في الثورة، ففعلا جزء كبير من الشباب الكنيسة كان بيشارك في المواكب من بدايتها في ديسمبر. فلما جت الثورة كانت ثورة إنه تعبير إنه إحنا بنطلع الشارع وبنعبر عن رفضنا للنظام الحالي وعن رفضنا عن الوضع، فدي كانت فرصة كبيرة جدا وفرصة حلوة إنه يعني أشارك. نتجمع إحنا شباب الكنيسة في دائرة كده وبنرنم وبنصلي للبلد وللشعب في وسط الثوار ووسط الاعتصام. كانت يعني حاجة جميلة جداً إنه بعد سنين كثيرة شديد
الواحد ما كان قادر يقول إنه هو مسيحي في أماكن معينة، وحس في الشارع ووسط الشعب كله قادرين نرنم وقادرين نصلي ونشارك الناس إنه إحنا بنحب البلد. والحاجة كانت جميلة جدا جدا إنه إحنا لقينا قبول من السوار ودعم منه، وإحنا كنا بنكون الدائرة حقتنا وإحنا بنصلي وبنرنم، وهم كانوا بيعملوا دائرة من ورانا، ولما بنقول إن إحنا بنصلي هما بيقولوا آمين معانا، لأن إحنا في النهاية تربطنا واحدة. كنا برضو في لما في رمضان كنا بنساعد في تجهيز المكان للصائمين، لسوار الصائمين، بنجهز الوجبات ونرتبها وكذا. فكانت مشاركتنا يعني في الثورة. فضل اعتصام كان خبر مؤلم جدا، ما دار اسميه خبر، بس لانه احنا كنا حاسين انه الناس اللي في القياده دي كانوا اسرتنا حقيقي. يعني انا عن نفسي لما صحيت الصباح وشفت الخبر انا ما كنت مصدقه، يعني كان بالنسبه لي زي ده خيال ولا كذب ولا كيف، يعني كان الشيء ده بعيد جدا من توقعاتي ولا تخيلاتي انه المكان اللي كان فعلا معجزة، اللي كان فيه حرية سلام وعدالة لمدة 58 يوم وكان فيه السودان اللي احنا بنحلم به، وفجأة انتهى يعني، وكمان في ناس ماتت وكمان في ناس مفقودة لحد هسه. ما بقدر بس غير اني يعني اصلي ربنا انه ما يتكرر الموضوع ده تاني، وانه ما نشوف دم والم زي كده تاني في بلدنا وفي شعبنا، لانه ما دل هو الشعب السوداني بيستحقه. حلمي إني أشوف الحرية والسلام والعدالة واقع في السودان، ما يكون بس كلام على ورق أو نظريات وفلسفات الناس بتتكلم عنها، لكن يكون واقع معاش. وحاسة الناس، في ناس بدأت تفقد الأمل، أو في ناس بدأت حاسة إن الموضوع ده بقى صعب شديد، إنه إحنا نحقق الدولة والبلد اللي إحنا بنحلم فيها، اللي هي فيها الحرية والسلام والعدالة. لكن بس عايزة أقول إنه إحنا ما ظنيت في يوم حنجي نتفق كلنا 100% على أي حاجة، ما ظنيت في يوم من الأيام حنكون إحنا نسخ من بعض، إنه كل الناس تكون بنفس الفكرة بنفسها، ده شيء ما واقعي. بالعكس بالعكس شديد، إنه اختلاف أفكارنا واختلاف معتقداتنا واختلاف وجهات نظرنا ده كنز، ده قوة، لو قدرنا نستغله حقيقي حنعمل الفرق اللي احنا بنحلم به.